السلام عليكم. اعتقني يا سي ابراهيم بواحد الصيبه ديال عتقني بصيبه ديال عرفتي. دابا الطريقين من طماريس جاي عندكم وشفت واحد المنظر والله العظيم واحد المنظر ديال طماريس بدا منظر زوين، ولكن اللي اسفني كثر شفت واحد المجموعه ديال الحيتان دوك الحيتان الكبار شي 20 حوته منتحره خرجوا تما والناس مزوين عليهم ومزوقين عليهم واحد الحاله يرتالها زعما الحوت داير وكيتجب مسكين وكيدير بقى فيا بزاف بقى فيا بزاف انتحروا شي 20 حوته وكان والسبب ديالهم شنو هو؟ قول لي شنو هو السبب ديالهم؟ واحد الباطو كان جاي مني جات تخلع والباطو عاطينهم بحال الفورمه ديال هما كيصحابوا حوته كبيره هربوا هذاك هو السبب اللي خلاهم مول الباطو واللي ساق الباطو مني شافوا منتحروا بقى في الحال ما دار واحد اللعبه الباطو هو تقلب تقلب الباطو بديك السدعه اللي فيه بكل شيء راه واحد الحاله ما نعاودش لك الدنيا مقلوبه تما بقيت واقف كنشوف شويه تخرج واحد الشرنه الشرنه ما عرفتش من خرجت خرجت لقيت تشوف حتى هي وجات عندي دوات معايا الشرنه كدوي قالت لي البنين أبارك من الكذوب وانا نقول لها سبحان الله راه شهر ابريل كذبت ابريل اختيها اليوم قالوا لي كاين اليوم العالمي للحمام ومشيت لبزاف ديال الحمامات راه خسرت شحال من طاكسي وهذا وجيت عند الناس هذو تخلصوا من عندي تحمحمت ولكن خسرت بزاف ديال الفلوس شي كذبه كذبوها هذيك العائله ولا الاصدقاء وديما اختي ديما ديما اختي واحد السيد قال لي راه كاين واحد الخدمه راه يلاه جيت من ورزازه حتى البارح وما كاين والو ياك ما كنت كذب عليا تاتي لا لا غير كضر معك معقول واسمحوا لي اختي كتبش ابريل يلا حطني ميسي من الكار يلا يلا حطنا دابا ميسي كيش معاه اه درت الماما قلت لها ماما قالت لي قلت لها الدار كتحرق درت شغل قلت لها راه كنضحك معاك راني كنتحرق كتبش ابريل يعني اول كذبه نقدر نقولوا البارسا والريال لاعبين ان شاء الله مع السته في الشوعه حضور لعب مشولي اللي كان سينا في الوداد في الميركاش وشتو ان شاء الله. ولكن لا بدات بالشهر كتقول من ابريل حتى ابريل عام وتقول من ماي حتى ماي عام كتبقى تجي من جوا حتى لجوا عام كتكون القضيه مزيانه كتبقى ديما صغيره.